ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معي أستاذ محمد الدعاجي. بذاته معك تهاني من البنك العربي، وقت اتصالي مناسب؟ جدا يا أخت تهاني. شكرا لك أستاذ محمد. هلا تفضلي. أستاذ حضرتك عميل معنا في البنك العربي. ما أنا بعميل، أنا عبد موحد لله، عمري ما كنت عميل لحد. أستاذ عفوا، أقصد أنك تتعامل مع البنك العربي. إيه، لأن الدنيا صارت كلها عملاء والعياذ بالله، وانا لا اقبل ان اكون عميلا بل عبدا موحدا لله. صحيح. ثاني تفضل استاذ. تسمحين لي يعني بمساحه ضيقه اتحدث بها معك، طالما انه يعني انت ما شاء الله عليك ازلت الحواجز اللي بيني وبينك وبشكل سريع جدا. اخت هاني، انت فتاه مسلمه يعني اختي في الله، صح ولا لا؟ صحيح استاذ محمد. انا لو لي زوجه او عندي اختي معي ولا لا، ما اقبل انها تتصل على رجل وتتكلم معه. اي والله، لذلك انا ما اقبل انه انت تكلميني، والله يا اخت هاني. يعني يا زين المراه يعني عذوبتها وروعتها لما تلتزم بكتاب الله وتلزم بيت اهلها وتسمع وتطيع لزوجها وتحسن تربيه ابنائها، وكل ما تعرف نفسها وتصون نفسها ما حد يسمع صوتها ولا حد يعرف اسلوبها ولا مستوى ادراكها، كل ما كانت قيمتها بالافاق عاليه ثمينه قيمه. اسال الله ان الله يهديني انا وياه. قولي امين. امين. عندك مشكله معينه بالبنك مستعد احل لهم؟ طبعا. ليش؟ لانه انتم كلكم مشاكل بالبنك، وضعكم منهار جدا. ليش؟ ما بني على باطل هو باطل. بنوككم تقوم على الربا والعياذ بالله، فطبيعي انكم تصيروا متبعجين وحالتكم حاله وتتصلون على بالقايله تبوني ازعلكم. استاذ محمد، العرض حاليا بخصوص التمويل الاسلامي، حاليا البنك مخفض نسبة الأرباح. عفوا أستاذ محمد، أنا حاب أقدم لك العرض، حاب تسمع العرض بخصوص التمويل؟ تفضلي تفضلي يا أختي هاني، احنا مش عندنا إلا نسمع. أستاذ، على حسب راتبك راح يكون مبلغ التمويل 46,000 ريال. أيوه. القسط الشهري 944. يا أختي هاني طحلتونا، سويتوه بنزوات ما يعلم بها إلا الله. يا أختي هاني، اتصالك بحد ذاته بمثابة القصف على الفرد، عشان تتصلين تلقينه مستوي. لو تقولون له قرض مليون وتسدده 10 مليون قال هاتوا. اخت هاني تفضل. استاذ محمد، ام عطي البطاقة اللي عطاته تقعي على مكتبهم، وخذي عباتك تستري واتجهي لبيت اهلك، وقولي ابرأ الى الله من هذا النظام ومن هذا الاقتصاد ومن هؤلاء القوم. اسمعيني والله اني نصح لك، ويوم القيامة لو وقفنا امام الله ان شاء الله تقولين جزاك الله خير نصحتن. انا والله اقدم لك عرض ازين من العرض اللي تقدمينه وتقولين لي 46,000. انا بقدم لك عرض ب 46 مليار حسنه بامر الله، وقد تضاعف الى اضعاف واضعاف. هناك الفوز العظيم وهناك الخساره العظيمه، جنه ام نار. اختي هاني، ما في رجل يقبل ان زوجته تتحدث مع رجل. انت الان طموح اي مراه انها تكون ام وزوجه وتكون اساس لهذا المجتمع فردا وعائله وامه. كيف اخت ثاني يقبل زوجك انه انت تطلعين معه وتقولي والله اليوم انا اتصلت على 10 رجال اقنعهم بمشاريع معينه؟ اين رجولته؟ اين غيرته؟ اخت ثاني، انت ما راح تقبلي برجل زيوث قذر ما له قيمه ما يغار عليك ويقبل انك تتحدثين مع اي رجل. اخت ثاني، استاذ محمد عفوا، انا اتصالي في حدود العمل. ما في عمل، الاختلاط كله حرام. المرأة صوتك عورة إلا عند ضرورة، معي ولا لا؟ أنت الآن تتكلمين معي، هذا باب فتح. لمجرد أن يكون بيننا تحاور الإنسان ضعيف. أنا نفسي كرجل مهما كان إيماني، لمجرد أسمع المرأة اللبقة الناضجة عقلا شدني، وأنت نفس الشيء. نحن بشر، عاطفتنا وهو صراع بين الفكر والعاطفة، النفس والنفس أمارة بالسوء يا أختاني. لذلك يا زينك لا منك حفظتي نفسك ورحتي لبيت اهلك وقلتي انا ما اطلع الا للضروره، ولا اطلع الا بمحرم، ولا اخاطب اي رجل لا ليس بمحرم لي، معي ولا لا؟ ولا اتحدث الا في امر من منطلق قال الله وقال رسوله. وضعك دمار اخت هاني، وهو ناويين يدمرونك. وانت ليش يدمرونك؟ لا لشيء الا لانك مسلمه. لانك مسلمه انت المنطلق الوحيد لحلحله وفك هذه الأمة، لأن ارتباطنا قوي، ارتباط عقيدة بفضل الله. لذلك هذه العقيدة من أين يتم فكها وفكفكتها؟ أسلوبين وطريقين، المال والنساء. فهمتي ولا لا؟ لذلك
خذي مني العرض هذا اللي يفوق عرضك بأضعاف المرات، معي ولا لا؟ اجدي بطاقتهم واتركي هاي. كم يعطونك؟ 10,000؟ والله يا اخت تهاني ما لها قيمة. 10,000 لا تعني شيء امام انك تكوني محصنة لازمة بيت اهلك، حاشمة نفسك، وانت ان شاء الله محشومة باذن الله. كلنا نغلط وكلنا نقصر، وطبعا صارت عملية تسييس لنا تحت دافع المال، ونحن امة محمد صلى الله عليه وسلم يعني نبتلى، وفتنتنا في المال والنساء ورب الكعبة. لذلك بلطيبهم واتركي وظيفتهم، هذه وظيفة ما تشرف. أنا الآن لو جيت بتقدم لك يا أخت تهاني كذا بات جنبك، وأحسب نفسي أني رجل، وأنا أعرف أن زوجتي بتقوم الصباح تروح لعملها تكلم 4-5 رجال، من اللي يقبل؟ أنت تقبل، أنت زوجك تقبلين أنه يكلم حريم؟ أسألك بالله يا تهاني تقبلين؟ لا ورب الكعبة لا يمكن تقبلين. وإذا كنت تقبلين فهذا يعني أنك امرأة لا قيمة لك، لا غيرة عندك. وش أعذب ما في المرأة غير غيرتها وحفظها لزوجها وحفظها لنفسها ودفاعها وزوجها عن بيتها وعن عقيدتها وعن تربية أبنائها؟ احفظي نفسك، والله إني ما أصلك بالقائلة ما تلقيت راحت. هذا الزمان، هذا الزمان ظهر فيه الفساد في البر.